صحيح. نروح للخبر بقى، نروح للخبر. معلوماتكم انه كان في امبارح اجتماع في الشانزليزيه ولا تقول حاجه؟ شوف قصر الاليزيه وانت في قصر الاليزيه. شانزليزيه حاجه، قصر الاليزيه حاجه. هم عدى من الشانزليزيه ودخل على الاليزيه، وانا مش عارف هم مش عايزين يسيبوا مبابي يختار ليه يعني. عارف انت اللي هو ايه، اختار يا حبيبي، كل ما تيجي تختار يضربوك على ايديك، اختار اللي هو انت في الاخر هتختار اللي احنا عايزينه. ولكن انا شفت تصريحات لفابريزيو رومانو قبل ما ادخل الحلقه، قال ان الاجتماع بين امير قطر والرئيس الفرنسي مع كيليان امبابي ملوش علاقه باختيار امبابي للنادي اللي هيمثله الموسم القادم، لان امبابي حسم قراره وابلغ فعليا باريس سان جيرمان انه راحل. لكن هي قصه انه قبل الاجتماع قبل كده كان أيوه. حاسم برضو قراره وكان ابلغ ان هو راح، وهو ده اللي انا عايز اكلمكم فيه. كان حصل موقف بالظبط، ازود على كلام بلال وعلى كلام احمد، انه في بعض التقارير الصحفيه ده مخطوف يا جماعه، صدرت مخطوف. بص 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 وشه هو داخل ده تحت التهديد، تحت السلاح، هو داخل تحت التهديد يا جماعه. هو زايد شويه، انا مش معاهم، زايد شويه. هو ده في كمان حاجه حصلت المباراه الاخيره، بتفرج على مباراه باريس سان جيرمان، خرج في الدقيقه 60 او 61. لا وقبلها كان قاعد يعني هو وقبلها ما كانش بدا المباراه، فخلاص يعني الحمد لله العلاقه وصلت للبطله الكوره. انت هتمشي من هنا بالظبط يعني، هو بيضغطوا عليه. لكن الكلام احمد انه في بعض التقارير الصحفيه في اسبانيا اكدت من مصادرها الخاصه انه كيليان امبابي وقع بالفعل للريال. الحمد لله. الجميل في الموضوع ان بعد خروج كيليان امبابي امبارح، وده الخبر اللي معانا النهارده، انه نفى تماما صحه هذه التقارير وقال انه لم يوقع على ريال مدريد حتى الان. هو المفاوضات شغاله يعني، اللي انا حتى من بعض التقارير برضو اللي بتيجي من الصحف والوكالات الاوروبيه، ان حتى هم في مرحله التفاوض على حقوق الصور اللي هينشرها كيليان امبابي. كلمت فابريزيو رومانو؟ على لا هو تليفونه مقفول. لا هو ده حقيقي، ده الكلام ده حقيقي، ان في تفاوض حاليا، هو المفاوضات شغاله ما بين ريال مدريد، لكن ما فيش وكيليان امبابي. هو غير بالمناسبه، انت عارف ان هو اللي قال اتوقع خلاص بالفعل ان كيليان امبابي يوقع ريال، هو امبارح طلع نفى ده وقال انا لم اوقع. هو انا اميل ان هو ما وقعش، ولكن الاتفاق في المراحل النهائيه، انت عارف ان هو غير الايجنت بتاعته، كانت والدته هي اللي يعني هي اللي كانت بتمثله، غير الممثلين بتوعه، فدلوقتي اكيد مش هذه العقبه. لا هي كانت عقبه المره اللي فاتت. لا هي كانت عقبه وهي كانت مؤثره عليه بشكل كبير. لا هي المره اللي فاتت كانت ضغوط من كل لا بالظبط، اثرت عليه. حتى فلنتينو بريز علق، قال كان اول مره اشوف ان في تدخل حكومي في كره القدم يعني. يعني على كلام ماكرون معاه، وانه طبعا يعني قال لك بس هم كانوا وقتها عايزين عشان كاس العالم، فكاس العالم خلص، نتمنى بقى يسيبوا الراجل يختار، وهو اختار خلاص. صحيح. نقفل الاوروبي ونروح للمحلي، الاهلي والبلديه امبارح الحقيقه مباراه كانت تحت المنظار، مش عشان اهميتها ولا عشان انه لسه بعيد شويه على المنافسه، كان مهم جدا عوده لبطوله الدوري بمكسب، كان مهم جدا تحسن مستوى الاداء بعد ماتشين ما ظهرش فيهم الاهلي في افضل احواله، وخصوصا انه رايح لماتشين صعبين، سواء مشوار يانج افريكانز يوم الجمعه في دوري الابطال، او مشوار الزمالك في نهائي كاس مصر في السعوديه ان شاء الله يوم الجمعه اللي بعدها. فكان مهم جدا الاهلي يظهر بالشكل ده، وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه بشوف انه مكاسب الاهلي تتخطى بكتير فكره الثلاث نقاط او الخماسيه حتى اللي احرزها في شباك بلديه المحله. نسمع راي احمد وبلال معانا في السادسه لكن بعد الفاصل.